ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على برج الميزان ونصايح مهمة جدا 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 تخص شهر ديسمبر لعام 2020. برج الميزان من اول النصايح اللي عايزة اتكلم عليها، احنا سبق واتكلمنا في التوقعات ان عندنا ايجابيات وعندك تميز وعندك خروج من محنة وعندك فيه فرص بشكل حلو جدا وعندك توطيد لعلاقات عاطفية وفي تصالح، حاجات كتير ايجابية. الحاجات الايجابية دي حلو ممتع ايجابي جدا شيء كويس لطيف، لكن في جزء سلبي وهو ان احنا هيكون عندنا طاقة حسد. الايجابيات دي هتكون ظاهرة غصب عننا، يعني انت هتحاول تداري حاجات بس في حاجات تانية هتكون ظاهرة، فاحنا مش هنقدر نداري كله، ولكن للأسف ان في اشخاص هم متعقبين حياتنا، فبالتالي هم باصين، بالتالي هم في حسد، بالتالي في عندك، على فكرة انت ممكن تتعرض لسحر، ولكن انت عندك في فرصة هتكون حلوة جدا خلال الفترة دي برضو ان عندك انك لازم تتابع روحانياتك لانها عالية. يعني عندك نصيحتين دلوقتي انا قلتهم، اول حاجة ان انت لازم تخلي بالك لانك محسود وعندك في مراقبة وعندك اشخاص متراقبينك، فبالتالي انت داري على قد ما تقدر، اذا كمان حصن نفسك. الحاجة التانية ان انت تخلي بالك كتير من روحانياتك اللي بتدل على او بتدي لك اشارات انت محسود انت مسحور، لا خلي بالك من النقطة دي، لا احترس من الموضوع ده، روحانياتنا عالية لاقصى درجة خلال الفترة دي. كمان نصيحة تانية مهمة جدا يا برج الميزان، عندك خلال الشهر ده في تحضير لشيء مهم جدا جدا، بتحضر لحاجة او عندك حدث مهم، بالفعل عندك حدث او عندك شيء، عندك حاجة هتفرقع، حاجة بوم، يعني حاجة مميزة يعني، فعندك حاجة هتكون حلوة قوي، فخلي بالك برضو انك انت تفتخر بيها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اصل برج الميزان انت عندك اعداء وعندك اشخاص زي المنافسين كده، زي اللي حد عايز يقلل منك، يعني يخفض من معنوياتك او فبالتالي انت هتكون فرحان بالعرض اللي جالك، بالشيء الايجابي بالشيء المتميز، فتبدأ تقول انا اهو انا عملت وقلت وي وجالي فما تفتخرش، لا نداري برضه، يعني ما تفتخرش بالحاجة لان احنا كده بنزود نسبة الحسد. اذا كمان احنا عندنا حاجة بتيجي علاقة الطاقة السلبية، مش بتيجي كمان من طاقة الحسد ولا السحر وبس، لا بتيجي بنسبة افتخارك بنفسك ونسبة التكبر شوية او العلو او بيجي على فكرة طاقة سلبية من الكلام ده، يعني ده قصة احنا مش عايزين نتكلم فيها دلوقتي. فاذا نخلي بالنا كتير ان احنا نفتخر بامور معينة، يعني نداري على نفسنا برضه. الحاجة اللي برضو عايزة اتكلم عليها، عندك اشخاص منافسين وهتلاقي تشويه سمعة او كلام بيتقال او كلام كده بيتخرف، فهتلاقي حاجات من دي، هتلاقي ان في عندك حد ممكن يكون متضايق منك او ان مش عارف انت تفتح او مش عايز تفتح له الباب، وهو شايف ان في باب مسدود قدامه، مش عارف يوصل لك، مش عارف ان هو يوصل لمصلحة ياخدها منك، فبالتالي يبدأ يلسن او يتكلم عليك. ما تردش، تجاهل، لو تجاهلت هتخلي الانسان ده يفرفر بمعنى الكلمة، وهيبدأ ان هو يبعد عنك من كتر ما انت بتصدر له الطرشة، اذا يعني احنا بنقولها بالطريقة دي اللي هو انك بتكبر دماغك من ناحيته تماما، فابدأ انك تتجاهل اي حد ممكن ان هو يدخل معاك في اي حوار في اي جدل، لان عندنا الاسبوع الاخير هيكون اسبوع الجدل والنقاشات، فاحذر جدا ما توجعش دماغك، بص للقوة اللي هتجيلك وبص للتميزات والايجابيات اللي هتعلي منك وهتخلي فيه حياة جديدة بالنسبة لك، في حياة جديدة. طيب برج الميزان كمان من النصايح اللي جاية ان انت هيكون عندك انك عندك اهتمام بنفسك، ولكن لازم تهتم بنفسك اكتر فاكتر، لانك عندك العيون متسلطة عليك، وعيون متسلطة عليك ليها علاقة بالسلبية للحسد ومتتبعين ارائك وافكارك ولكن انت عندك عيون متتبعك، والعيون دي هي ممكن يكونوا مديرينك في العمل، ممكن يكون حد عايز يعمل لك يدي لك سلطة معينة، حد عايز يعرض عليك عرض معين، فاذا كن حريص. الاهتمام بالنفس مش الشكل واللبس والستايل وبس، لا افكارك وارائك وكلامك وطريقتك لازم تخلي بالك جدا من ده، من الاخر كده حركاتك كمان. يعني عامة برج الميزان من النصايح اللي بعد كده ان انت لازم تعالج خلقك الضيق.
الفترة دي انت هتكون بتعاني من خلق ضيق لدرجة ان عندك موضوع انت هتتعصب فيه قوي، مش عارف حله، مش عارف ايه اللي حاصل ده، عايز اوصل لحل، عايز افهم ليه، عايز وبتحارب، عندك صراع داخلي هيكون موجود عشان عايز تعرف نتيجة حاجة او تعرف موضوع معين او تعرف ليه كده او زي الموضوع ليه حل. فما تشغلش نفسك قوي وتحرق في نفسك قوي، الموضوع ليه حل وحل قوي جدا، بس خلي بالك لان ده هيخلي خلقك يضيق اكتر او ان انت تكون نفسيتك مش طايق حاجة اكتر. خلي بالك ان انت تدخل في صراعات او نقاشات او ان انت تجادل حد او ان انت تسمح لحد ان هو يحاول يستفزك او ان انت تستفز حد، حاول على قد ما تقدر انك انت تقول يلا نفسي في خلال الوقت ده شوية كده لحد ما الامور توصل لبر الامان، لحد ما نوصل للانفراجات الحقيقية. الانفراجات الحقيقية هتكون متتالية في خلال اول 3 اسابيع، يمكن اول اسبوع بس فيه شدة كده، لكن بعدين الدنيا هتمشي بشكل احسن. عندك في امور او عرض ليه علاقة بالبيع والشراء، استثمار، عقار، حاجة ليها علاقة بالموضوع ده هيكون في فايدة كبيرة ليك، يعني هيكون في فايدة، بس تكون حريص قوي على اوراق، مستندات، فلوس ايه، اختام ايه، انك تكون ضامن حقك بمعنى اصح. ليه؟ احنا معرضين لنصب، انت معرض ان حقك يتاكل، لكن هتبقى انت عندك حتة اللي هو زي هتحس ان او هنخش في صراع زي كده او من النوعية دي، لكن هتقدر تخرج نفسك وتمتلك الايجابية او ان انت تاخد حقك يعني بشكل كامل. بس ممكن ندخل في صراعات في البداية، ولكن هيحصل خلافات وهناخد حقنا مرة تانية، هتسترد حقك يعني. طيب برج الميزان كمان من النصايح التانية ان انت حاول تضيف للأسرة بتاعتك، حاول تكون ايجابي، حاول انك تعمل مشاركة حلوة، حاول ان انت تخرج من الكسل شوية او الهدوء، او انك مركز في بعض الامور وسايب امور تانية خالص من حياتك. فخلي بالك جدا جدا ان انت لازم تضيف لحياتك، لازم يكون عندك خروج، لازم يكون عندك رحلة من التنزه، عندك شيء تعمله بحيث ان انت تنشط حياتك الاسرية، لان عندك في احتياج منك لده. طيب عامة كمان برج الميزان، على فكرة نصايح كتير قوي، ولكن دول اللي يخصوا فعلا فعلا شهر ديسمبر. عندنا كمان ان انت في خلافات عائلية او مشاكل عائلية موجودة عندك. المشاكل العائلية دي ممكن تكون مع احد الاخوات، مع الاهل، مع الابناء، مع الاباء، فعندك ده حاول على قد ما تقدر ان انت ما تخليش المشكلة دي تسيطر عليك اكتر من كده. ليه؟ لان انت عندك في اشخاص فعلا هم حابين قوي ان هم يتكلموا معاك وحابين يرجعوا لك وحابين يصفوا الدنيا، ولكن في جزئية كده عايزين يرجعوا لك عشان مصلحة او عايزين يقربوا منك عشان مصلحة. عليك ان انت ما تحكمش قلبك وبس، لا، حكم عقلك، شوف هل الشخص ده عايز يرجع لي عشان انا الحلو والكويس وهو فعلا شايف ان هو ظلمني، ولا عشان انا ورايا مصلحة فعايز ياخد مني مصلحة. لازم يكون عندك دراسة للموضوع ده. النصيحة اللي بعد كده ان احنا لازم يكون عندنا حالة من التركيز ومن الوعي، لازم ان احنا الماضي بقى، بصوا بقى القصة دي، الماضي بسلطات وبابا غنوج بكل حاجة لازم ان احنا نرميها ورا ظهرنا، نبص للي جاي. افرش لنفسك حياة جديدة، استمتع بحياتك، ابدأ شوف حياتك وشوف عمرك وشوف انت عايز تعمل ايه، وابني اهدافك وابني طموحك. عندنا مثلا لسه في الدراسة، اهتم بدراستك جدا، اهتم بعملك جدا، عندك حاجات متميزة قوي، ابدأ افتح ايدك للتميز وللإيجابية، هتنول خير كتير. اما لو فكرت في الماضي والماضي وجعك جدا ومتأثر كتير بخلافاتك ومتأثر كتير بالشريك ومتأثر كتير مش عارفة بايه، على فكرة من الحالة العاطفية احنا عندنا تميز وحالات عاطفية هتكون جيدة جدا جدا، من حيث الارتباط، من حيث تحسين في العلاقات وكل ده. فخلي بالك ان انت ما تفكرش في الوجع والمشاكل ويوي، لانك هتتعب، لانك بالفعل مش هتشوف ايجابية ومش هتعرف ان انت تتميز، مش هتعرف تعمل ده، خاصة انك فعلا فعلا انت المرحلة دي انت بتحارب نفسك اكتر ما بتحارب اي حد، بتحارب الوقت وبتحارب، بتصارع الوقت، بتصارع ان انت بتحس ان الوقت مش مكفيك على فكرة. فحاول ان انت تلحق، ان انت تنجز وقتك، ان انت تبص لبكرة اكتر، انك تكون اهدافك اكتر. برج الميزان من اميز الحاجات اللي موجودة فينا ان احنا ايجابيين قوي وبنقدر نعمل يعني
يعني 10 حاجات في ثانية واحدة بنقدر نعمل ده، لكن لو تملك مننا الكسل والخمول مش هنعرف نعمل أي حاجة حتى لو أخذنا أيام قد كده. فلازم ان احنا نخرج من طاقة الكسل شوية. برج الميزان عندنا حالتنا الصحية بتتحسن، ولكن انت حاول ما تقرص وما تضغطش على حالتك النفسية بالتفكير في اللي فات واللي جاي والخلافات واللي واللي واللي، الدنيا هتتحسن. خليك ماشي واحدة واحدة مع الإيجابيات، خليك ماشي اللي وراك، اللي تعمله، اللي ناقص، فعندك ده جدا. حاول تستغل أو النص الأولاني، أقدر أقول حاول تستغلهم بشكل قوي، استغل الوقت، استغل الإيجابية، استغل طاقتك، استغل كل شيء، لأن هيكون فعلا عندك تميز، وعندك الآخرين هيبصوا لك قوي قوي على التميز ده، فكون حذر جدا. نصايح اكتر من كده صراحه موجوده، وده ممكن ابقى اوضح اكتر في التوقعات الاسبوعيه، ابقى اتكلم على كام نصيحه كده. بشكركم جدا يا برج الميزان، بتمنى لكم شهر ممتع، بتمنى لكم نهايه سنه سعيده، بتمنى لكم حب سعاده، بتمنى لكم كل شيء جاي، تستاهلوا كل خير يا افضل الناس. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.